مرحبا أعزائي الطلبة في مادة التربية المواطنة وحقوق الإنسان للصف الثاني ثانوي. اليوم رح نتناول الدرس الرابع وهو البعد القانوني والحقوقي للمواطنة في مملكة البحرين. ولنتعرف قبل بداية الدرس في أهداف الدرس، وهي أن يقدر الطالب أهمية الانتماء إلى الوطن، وأن يبرز دور المشاركة في تعزيز مفهوم المواطنة، وأن يمارس دوره في المجتمع بوصفه مواطناً فاعلاً، وأن يدرك علاقة الحقوق بالواجبات. المقدمة: أبعاد المواطنة. هناك ثلاث أبعاد رئيسية للمواطنة، وهي البعد القانوني والبعد الحقوقي والبعد السياسي. لنتناول معا البعد القانوني، ويظهر من خلال المعالجة القانونية لكل ما يتعلق بالمواطن، والبعد الحقوقي لتظهر شكل ممارسة حقوقية تخول الفرد التمتع بحقوقه والالتزام بواجباته، والبعد السياسي يتحقق من خلال المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وفي الشؤون العامة للدولة. أولاً، البعد القانوني والسياسي للمواطنة في مملكة البحرين، ويتمثل في الانتماء إلى الدولة، ونعبر عنه بالجنسية. فما هي الجنسية؟ هي تلك الرابطة القانونية القائمة بين الفرد والدولة، وهي حق لكل مواطن بمجرد اكتسابها يصبح من مواطني الدولة ويتمتع بكافة الحقوق الوطنية وتقع عليه كافة المسؤوليات الوطنية. ومن أهم شروط اكتساب الجنسية البحرينية لعام 1963 هي القانون، السلالة، الولادة، التجنيس. ويترتب على اكتساب الجنسية البحرينية تحديد الحقوق والواجبات الوطنية، كما ينتج عن اكتساب الجنسية الحصول على جواز السفر، وهو وثيقة رسمية وإثبات شخصية تصدرها الدولة لأغراض أهمها الجنسية، إثبات جنسية حامل الجواز، وإثبات شخصية حامله وتمكنه من حرية التنقل خارج البلاد، تدوين المعلومات والبيانات التي يراد توثيقها من الموظف العام، اعتماده في المعاملات الرسمية. ثانياً، المشاركة في إدارة الشأن العام، وتتمثل في البعد السياسي للمواطنة. تتمثل المواطنة في بعدها السياسي في المشاركة الفعلية في إدارة الشأن العام وتدبير الشؤون العامة للبلاد. تعد المشاركة في إدارة الشأن العام حقاً دستورياً وقانونياً وواجباً على كل مواطن. تعد المشاركة في إدارة الشأن العام من المفاهيم المرتبطة في الحياة السياسية والاجتماعية ومن آليات الديمقراطية. التنمية الحقيقية المجتمعية لا تتم إلا عبر المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام. ومن أهم صور المشاركة في إدارة الشأن العام هي الانتخاب، إجراء دستوري وشكل من أشكال الممارسة السياسية يعبر عن السيادة الشعبية. الترشح، شكل من أشكال الممارسة السياسية يتمثل في تقليد المناصب والمسؤوليات وفق القانون ومراعاة المصلحة العامة، مثل الترشح في الانتخابات النيابية والبلدية. الاهتمام بالشأن العام من خلال المشاركة الإيجابية في الجمعيات السياسية والمدنية ومختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية، والتعبير عن رأي بالوسائل الديمقراطية والسلمية. ثانياً، البعد الحقوقي للمواطنة في مملكة البحرين، وهو من أبعاد المواطنة، ويتمثل في تلازم الحق والواجب، وهناك رابطة قوية بين الحق والواجب، فلا مكان للحق من غير واجب ولا واجب من غير حق. الموازنة بين الحقوق والواجبات هي نقطة ارتكاز في مختلف العلاقات القائمة بين المواطن من جهة والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى. الحقوق والواجبات مرتبطة ببعضها ومتلازمة في جميع الأنشطة المتعلقة بحياة الفرد، فمجموع الحقوق مثل العمل والتعليم والعلاج لفرد من أفراد المجتمع يقابلها مجموعة أخرى من الواجبات مثل الإخلاص، التضحية، والاحترام، والنزاهة. معادلة الحقوق والواجبات تقتضي التوازن بين الطرفين، فلا إهمال في واجب يؤدي إلى ضياع الحقوق، ولا تخلي عنه ينتج تقصير في أداء الواجب.
ثانياً، مقتضيات المسؤولية. تقتضي المواطنة اطلاع المواطن بمسؤولياته الأخلاقية والمدنية والقانونية. يتشارك الجميع في تحمل مسؤولية نهضة الوطن وتقدمه، رغم اختلاف الأدوار من شخص لآخر ومن مؤسسة لأخرى من حيث الوظيفة والأهمية نظراً لطبيعة ونوع المسؤولية الملقاة على كل طرف. ينتج عن غياب ثقافة المسؤولية انتشار ثقافة اللامبالاة والأنانية والاستهتار، مما يترتب عليه التقاعس عن أداء الواجبات وضياع الحقوق. الآن أعزائي الطلبة، سنعرض لكم نشاط تقويمي. أكمل بناء الجدول الآتي بوضع علامة صح في المكان المناسب. ملاحظة: بعض العبارات تحتمل أكثر من إجابة واحدة. العبارات: البعد القانوني والسياسي للمواطنة، الجنسية، المشاركة في إدارة الشأن العام، البعد الحقوقي للمواطنة، الحقوق، الواجبات، مقتضيات المسؤولية. العبارة الأولى: لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ تدعم كل مكونات المجتمع البحريني جهود الدولة، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ تقوم العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة على تلازم الحق والواجب، هل هي الجنسية، المشاركة في إدارة الشأن العام، الحقوق، الواجبات، مقتضيات المسؤولية؟ هي تلك الرابطة القانونية القائمة بين الفرد والدولة، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ ضمنت القوانين البحرينية للمرأة حقوقها السياسية كاملة، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ ينتج عن انتشار ثقافة المسؤولية غياب ثقافة اللامبالاة والأنانية والاستهتار، هل هي الجنسية أم المشاركة في إدارة الشأن العام أم الحقوق أم الواجبات أم مقتضيات المسؤولية؟ الإجابة عن النشاط التقويمي. العبارات: البعد القانوني والسياسي للمواطنة، الجنسية، المشاركة في إدارة الشأن العام، البعد الحقوقي للمواطنة، الحقوق، الواجبات، مقتضيات المسؤولية. الإجابة عن العبارة الأولى: لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية. الإجابة هي الحقوق. الإجابة عن العبارة الثانية: تدعم كل مكونات المجتمع البحريني جهود الدولة، هي من مقتضيات المسؤولية. تقوم العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة على تلازم الحق والواجب، هي المشاركة في إدارة الشأن العام والحقوق أيضا. هي تلك الرابطة القانونية القائمة بين الفرد والدولة، هي الجنسية. ضمنت القوانين البحرينية للمرأة حقوقها السياسية كاملة، هي المشاركة في إدارة الشأن العام والحقوق أيضا. وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج، هي من الواجبات. ينتج عن انتشار ثقافة المسؤولية غياب ثقافة اللامبالاة والأنانية والاستهتار، هي من ضمن مقتضيات المسؤولية. وبهذا ننتهي الدرس الرابع، ونراكم في دروس أخرى إن شاء الله.